الاوف وايت والرمادي ودرجاته، كل دي درجات تتناسب مع طبيعه المكان. الالوان اللي هي الترابيه اللي هي البيجات ودرجاتها تتناسب اكتر لطبيعه الوجه القبلي. وبالتالي احنا مش هنقول هو اللون ده بس، ده يتناسب درجاته، وهندي بقى درجاته بحيث ان كل الدرجات دي مسموح بيها بقدر يتناسب مع علاقة المبنى بحجمه وكتلته وفراغه. لان طبعا عمارة 10 ادوار محتاجة تتعامل معاها بالوان ما تفرضش كتلتها قوي، بجنبها مباني تانية بارتفاعات مختلفة. وبالتالي احنا برضو هيبقى لينا دور مع تنفيذ الرؤية دي. ما مع مين؟ كلها مين مع الاجهزة المحلية. المحلية اللي هتتابع التنفيذ، اللي هو المحافظ ومعاه رؤساء الاحياء. رؤساء الاحياء دول اللي هينفذوا. دول اللي هينفذوا. لا حضرتك هتقول مثلا سيد محافظ القاهرة، اتفضل محافظة القاهرة هيبقى فيها الوان كذا وكذا. الكالر كود ده اللي فيه كل الكالر كود اللي هنستعمله ويبتدي يتعاملوا معه. طبعا اخذ في الاعتبار ان في بعض المناطق فيها مباني ذات قيمه، مباني تراثيه زي المباني اللي بنتبعنا او مباني اثريه. دي مباني بتحافظ على الوانها، ما نقرب لهاش، ما نقرب لهاش. دي مش هنقرب للحاجات الاثريه، لا دي الوانها الحقيقيه التاريخيه الاثريه مش هنقرب لها، لا دي تفضل بالوانها الحقيقيه. كويس. والباقي نبتدي نتعامل معاه حسب زي ما قلت الكود اللي احنا بنديه، ويبتدي يتنفذ على اساسه على مستوى المحافظات كلها. اسكندريه والساحل دول من المدن الشاطئيه اللي كلها تبقى الوانها فاتحه تتناسب مع طبيعه الجو والبحر والمناخ اللي موجود فيها. فطيب الوادي الجديد يدخل تبع الصعيد برضه؟ يدخل تبع الوجه القبلي. وجه القبلي. يبقى احنا بنتكلم على تقريبا ثلاث. طب مدن دلتا، لو بتكلم الدقهليه بتكلم منوفيه بتكلم بحيره بتكلم كفر، دول ايه؟ يعني ايه التفكير؟ ما هو ده برضه نفس الحكايه زي ما بقول، احنا قسمناها اقاليم زي الاقاليم المتقسمه. اقليم الاقليم الصعيد زي اقليم اسيوط بكل المحافظات اللي بتتبعه، اقليم القاهره الكبرى، اقليم مدن القناه، كل الاقاليم دي بنبتدي نتعامل معاها وفقا للمحافظات اللي جوه الاقليم. لان لما اتقسمت الاقاليم هي بتراعي المدن او المحافظات اللي متجانسه من حيث المناخ اللي بتتبع هذا الاقليم. ايه اللي هبقى حريص عليه يعني وانا بطبق هذه المنظومه؟ وليه بدانا النهارده؟ هو سياده الرئيس قال هذا الكلام، وحضرتك بتقول لي في قانون من 2006، بس من 2006 ما حدش عمل حاجه. هي القانون بيلزم بس ما حدش التزم. بيلتزم في احنا يعني بالذات العمران نقدر نقول ان حصل له تدهور في السنوات اللي فاتت، وخد اعلى يعني فتره تدهور في العمران والتعدي على العمران كانت في 2011، والفتره دي كان فيها نوع من الانفلات في التعامل مع العمران بشكل شديد. وعشان نرجع ده ونرجع تاني يبقى في انضباط وفي شكل المدينه وهويتها الحقيقيه، هياخد مننا مجهود علشان نسترجع شكل المدينه بمره تانيه. احنا بدانا بده في وسط البلد. يعني يمكن حضرتك لما بنمشي في القاهره الخديويه النهارده، ده انا عرضت من فتره كده اللي حصل عندكم في وسط القاهره، وهنشوف فيديوهات دلوقتي او صور لينا كمان. بالظبط. ده جزء منه، مش فقط بس ان احنا بنستعيد رونق العمران في المدينه، ولكن يهمنا برضو ان ده بيخلي الواحد فخور بعمارته، فخور بالبلد، عنده انتماء.